العميد طارق صالح يغرد بكلمات حزينة على نقله المعتقل في سجون الحوثي. أعرب العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي عن شوقه لنقله عفاش المعتقل في سجون الحوثيين للعام السادس على التوالي. وقال العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية في تغريدة على حسابه في تويتر: عام سادس وعفاش في معتقل الحوثي ابني البكر ورفيقي وصديقي. وأضاف قائلا: ورغم وقع الفقد فإن ميلادك يا ولدي سيبقى هو يوم فرحنا الأول حين منحك جدك الاسم الذي يعتز به. وتابع قائلا: واليوم فإن أشواقنا إليك هي شوق وطني عظيم يمثل كل اليمنيين إلى وطنهم الحر الآمن المستقر الملتزم بعروبته وجمهوريته. واختتم العميد طارق صالح تغريدته بمشاعر فياضة وفخر واعتزاز بنقله قائلا: نحبك ونفتخر بك.